المسيح لا يرفض إنسان في عينه دمعة. يعني في عينه دمعة؟ إحنا اتفقنا إن التوبة هي المدخل إلى الله، صح؟ بس في ناس الحقيقة ما قالوش ولا حاجة في التوبة. واحدة اسمها المرأة الخاطئة اللي دخلت بيت سمعان، والتانية التي أمسكت في ذات الفعل، يعني مكسورة وبتعيط، هتموت هتترجم، يعني بتعمل إيه؟ بس شوفوا بقى المسيح لما يلاقي واحد من ولاده مكسور وعينيه فيها دموع، عارفين يقول له إيه؟ حولي عني عيناك لأنها قد غلبتني. ما أقدرش أبص في عين، أقول لكم حاجة بس ما يعني ببساطة، بكلمك ببساطة، أنا مهما كانت حفيدتي عاملة مصيبة سنها لازم تعمل كده، كل العيال بتعمل كده، بس أنا لما بشوف، مش عارف أقولها لكم إزاي، هتفوتوها لي كأنكم ما سمعتش، لما بشوف دموعي في عينيها، يعني هي بتتعاقب من أمها، وأمها معاها حق، اللي هي بنتي معاها حق إنها تعاقب. أول ما الدموع تنزل من عينيها أنا قلبي ما بتملكش نفسي، فبمشي بمشي بتعب. إذا كنت أنا كبشر عندي الحنان ده، أما الحنان ربنا شكله إيه؟ عشان كده بيقول حولي عني عيناك لأنها قد غلبتني. أول ما يشوف دموعني يقول لك ما تكملش ما تكملش. عشان كده الواد الابن الضال كان عامل سيناريو المسيح ما خلاهوش يكمله، لو تفتكروا قال له لست مستحقا اجعلني ما تقولش اجعلني كأحد أجراءك، ده أنت ابن والضفر ما يطلعش من اللحم. يبقى المسيح من يقبل إليه لا يرفضه، بس خلي بالك أنا قلت لك إنه لا يمكن يرفض ندمان ولا يمكن يرفض عين فيها دمعه.